تريزيجيه تركيا اخبارها ايه؟ احنا سامعين ان انت بسم الله ما شاء الله مكسر الدنيا، مستوى رائع دائما في التشكيل المثالي للدوري التركي الموسم اللي فات. كل اسبوع الحقيقه دايما لما بنتابع اخبارك بنشوف قد ايه انت متميز وبتعمل مباريات جميله جدا. بتفكر في ايه وطمن الناس عليك خلال الفتره اللي جايه؟ الحمد لله، الواحد كابتن اسلام والله بيعمل اللي عليه، واهم حاجه المكان اللي هو فيه بس يبقى ناجح فيه ومع المنتخب ان شاء الله في خير قريب ان شاء الله. الواحد يعني باذن الله يعني خطوه احسن باذن الله. جوه تركيا ولا بره؟ والله لسه مش عارف، والله هو في جوه وفي بره، فانا لسه والله يعني كان في كلام عن ايطاليا وكان في كلام عن نادي كبير في تركيا. انت بالنسبه لك الموضوع عايز تاخد خطوه اوسع من قاسم باشا؟ والله انا ما مش زي ما قلت قبل كده، انا مش هيفرق معايا اسم الدوري قوي اكتر ما هيفرق معايا ان انا لازم العب، فان شاء الله الفرقه اللي هتبقى محتاجاني في الدوري ان شاء الله كتير، بس اهم حاجه بس اكون هلعب عشان بس افضل موجود ان شاء الله. ربنا يكرمك يا تريزيجيه، ودايما من نجاح لنجاح، ودايما متألق، ودايما ابن من ابناء النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا تريزيجيه، ان شاء الله بكره لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي يفرح معاك بفوز مهم جدا. شكرا جزيلا للنجم الكبير محمود حسن تريزيجيه.